أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم مع هذا الإصدار الجديد من الصفحة الأولى، وفيه نأتيكم بمجموعة من أبرز ما نشرت الصحف العربية والعالمية، وهذه أهم العناوين. ما مصير التسوية اليمنية؟ كيف تفتح إسرائيل تحقيقا حول جرائمها في غزة؟ هل تملك إسرائيل حل الملف النووي الإيراني؟ ماذا بعد إعلان أوباما خطته للقضاء على داعش؟ وهل يلقى داعش مصير القاعدة وأخواتها؟ كانت هذه مشاهدينا أبرز العناوين، فاصل قصير نأتيكم بعده بالتفاصيل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وسعدنا الترحيب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمود سعد الدين مدير تحرير جريده اليوم السابع. اهلا بك استاذ محمود. اسمح لنا ان نبدا ما لدينا من اخبار ونبدا بالصحافه العربيه. نبدا الصحافه العربيه من اليمن، فرغم تصاعد الاوضاع في الايام الاخيره توصل طرفان النزاع باليمن الى تسويه سياسيه جديده بحسب جريده السفير، حيث اعلن مصدر مقرب من الرئاسه اليمنيه التوصل الى اتفاق تسويه بين الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والحوثيين لانهاء الازمه الحاليه. وتضمنت التسوية تسمية رئيس الوزراء الجديد خلال 48 ساعة وتخفيض أكثر من نصف الزيادة السعرية التي اعتمدتها الحكومة السابقة. بينما اختلفت تصريحات الحوثيين في جريدة العرب الجديد التي قالت إن جماعة الحوثي نفت التوصل إلى أي اتفاق لحل الأزمة القائمة بين الجماعة والسلطات اليمنية مع إعلانها أن المباحثات لا تزال مستمرة، حيث قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام إن الجماعة لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي أو التوقيع عليه. وتتزامن هذه التطورات مع عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إلى صنعاء في محاولة لحل الأزمة القائمة. أستاذ محمود، هذا التضارب في الأنباء، مصدر مقرب يعني يقول تصريحات الحوثيين ينفون، ما سبب هذا التضارب برأيك؟ التضارب بيعكس أن في أزمة داخل الحوثيين بشأن هم عايزين إيه من الحكومة الحالية اليمنية، وهل المطلب الأساسي فقط هو خفض الأسعار وخفض الزيادات السعرية وتغييرات الحكومة ولا لا؟ لأن الحكومة كانت أبدت أكثر من عرض مختلف بشأن عدد من الحقب الوزارية وتسمية رئيس وزراء جديد، لكن ده سبب أزمة عند الحوثيين بشأن هل ده يقبل أو يلاقي القبول ولاقي العرض الدائم ولا لا. وعايز اقول حضرتك سريعا، ده بيفكرني بازمه كانت حصل عندنا في مصر قبل سنه ونص من دلوقتي، لما كان الخان في مجلس الشعب والاغلبيه، وقتها كان الدكتور محمد سعد كده رئيس مجلس الشعب، وقتها كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. وقتها حصل ازمه كبيره جوه مجلس الشعب، والاخوان انعقدوا وقال لك لازم نسحب الثقه من كمال الجنزوري ونسمى رئيس وزراء جديد، وحصل الازمه دي اخذت مصر حوالي اسبوعين ثلاث اسابيع، حصل فيها انشغال كبير بالراي العام. فده انا بقول ده ليه؟ بقول ده ان اللي شفناه في مصر على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا مشاهد مختلفة بتتكرر مع دول شقيقة كانت فيها ثورات للربيع العربي، وبنشوفها دلوقتي، أزمة على تسمية الحكومة، أزمة على تسمية حقب الوزراء، أزمة على زيادات السعرية المختلفة. لكن أعتقد إن دخول مبعوث من الأمم المتحدة وعودته مرة تانية لصنعاء علشان يحاول يقرب الفوارق النسبية في التفكير أو في المطالب ما بين الطرفين، ده ممكن يكون لي دور الفترة اللي جاية. نتمنى. لم تمر أيام قليلة على إطلاق سراح مريم المهدي حتى أمر البشير بالإفراج عن رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ بحسب جريدة الحياة، حيث رحب الرئيس السوداني عمر البشير بالاتفاق الذي وقعه وسطاء الاتحاد الإفريقي مع تحالف متمردي الجبهة الثورية السودانية الذي يمهد لمشاركتهم في الحوار الوطني لتسوية أزمات البلاد. يأتي هذا القرار بعد استقبال البشير للوسيط الإفريقي ثابو مبيكي ومبعوث الأمم المتحدة إلى السودان وجنوب السودان هايلي مانجريوس. أزمات كثيرة تمر بها السودان، ولكن ربما كان هذا الخبر يحمل بعض يعني الطمأنة بالظبط، وخلاص في طمأنة أو خبر فيه بشارة خير إن أخيرا عمر بشير بدأ يستجيب وبدأ يفهم من كل الحاجات اللي كان أو الأخطاء اللي كان بيقع فيها على مدار السنين الطويلة اللي فاتت، إنه يبدأ للحوار ويبدأ للسعي ويبدأ يقعد على تربيزة ويجيب الناس والمعتقلين أو
أصحاب الرأي اللي موجودين في السجون السودانية يخرجوا علشان يقعدوا على ترابيزة واحدة ويفكروا من أجل الحل السياسي الأفضل للبلاد ومشاركة في الحياة السياسية ومشاركة في البرلمان السوداني ومشاركة في تنمية البلد، لأن كل الشواهد دلوقتي في كل الدول الشقيقة المجاورة للسودان بتؤكد إن العند مش هيجيب أي نتيجة. الحل الأساسي نقعد على ترابيزة ونحلها ودي، لأن لو الأمر تطور إلى ما بعد الودي باستخدام العنف باستخدام المعارضة المختلفة المتمردة، ده هيؤدي إلى تدمير البلاد وهيؤدي إلى إعاقة حركة التنمية في البلاد وهيأخر البلد وهيجذب أنظار العالم الغربي وكمان العالم في منطقة الشرق الأوسط إلى عمر البشير إنه فشل في إدارة أزمة أو فشل في حل مشكلة. فده خطوة جيدة والصراحة بنشكره عليها، وربنا يكمل يا رب السودان والأمر يمر بخير ونشوف بقى التطور أكتر، نشوف كل أحزاب السياسية قاعدة، نشوف كل أحزاب المعارضة قاعدة بتتكلم وبتسمع وبيشاركوا في الحياة السياسية المختلفة ويشاركوا في البرلمان وتبقى حاجة طيبة جدا. نعم، يعني برأيك هل يعني هذه الأمور التي تحدث في السودان يمكن أن تلقي بظلالها على الأزمة المحتدمة في جنوب السودان؟ طبعا، لان لا يمكن باي حال من الاحوال الفصل جنوب السودان عن شمال السودان، رغم الفصل الجغرافي الفصل المكاني، لكن الفصل الموضوعي في القضايا الشائكه المحليه اللي بتهم شمال السودان بتهم ايضا جنوب السودان. احنا عندنا في جنوب السودان في حركه متمردين، في اوضاع غير مستقره، في كل يوم على مدار ايام مختلفه قتلى بنشوفهم، في مشاكل ما بين سلفاكير واخرين، في عدم سيطره على الاقاليم المختلفه. فالاستقرار النسبي في شمال السودان بيساعد نسبيا او بيعكس بظلاله على الاستقرار الداخلي والنسبي ايضا في جنوب السودان، وده بيعكس كمان الاهتمام الدولي بشمال السودان، لانه اهتمام بالاساس بجنوب السودان، لان الاقليمين شمال وجنوب استقرارهم وتوتراتهم واحداثهم بالهدوء نسبيا او بالتوتر بشكل دائم بيعكس بظلاله على الطرفين المختلفين. نتحول إلى الصحافة العالمية، ومن صحيفة الواشنطن بوست نقرأ خبرا بعنوان إسرائيل تفتح تحقيقا جنائيا حول الحرب في غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقا جنائيا في الحادثين اللذين تسببا في سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الأخيرة في البلاد في قطاع غزة، بما في ذلك قتل 4 أطفال يلعبون كرة القدم على الشاطئ، وفتح تحقيق جنائي في هجوم بالمورتر أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في بيت حانون التي كانت تؤوي الفلسطينيين خلال الحرب. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت منظمة Human Rights Watch أن إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم حرب بحسب جريدة الديلي ميل أثناء المعارك الأخيرة في غزة، حيث أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 2114 فلسطينيا، وأعلنت أن بعض الهجمات كانت عشوائية وبلا هدف. يعني هل يمكن ان يكون هذا الخبر صحيحا وان اسرائيل تفتح خبر ضحك؟ احنا عندنا 2114 شهيد في فلسطين على مدار ايام مختلفه، ايام العدوان على غزه، بتكلم عن ان اسرائيل جايه دلوقتي او تل ابيب جايه دلوقتي تقول انها تفتح التحقيق بشان مقتل 4 أطفال كانوا بيلعبوا في مدرسه. انت بتتكلم في ايه؟ انت هو بيحاول يخاطب المجتمع الدولي يقول له انا بتاع الانسانيه وانا بتاع حقوق الانسان، لكن ده كذب وده تبرير غير مصدق ومش هيتشاف، وكلها كلام صحافه بس، يعني بتتداول الصحافه الاجنبيه التايمز ولا الواشنطن بوست، ايا كانت الصحافه اللي بتقول الكلام ده. الفكره ان اسرائيل بتلعب بمشاعر المجتمع الدولي، بتقول لهم انا بتاع الانسانيه وانا وانا وانا، لكن على الحقيقه غير واضح. لو جينا شفنا بقى الجرائم وجرائم حرب ولا، نيجي نشوف اللي حصل في المنشات الفلسطينيه، نيجي نشوف اللي حصل في بنيه التحديات الفلسطينيه، نيجي نشوف اللي حصل في مناطق تجميع المياه ومناطق توليد الكهرباء، نيجي نشوف اللي حصل في الشوارع في الطرق، نيجي نشوف اللي حصل في البيوت المنازل. احنا شهداء اعيان على قصف يومي كان بيتم عشوائي لكل المنازل الفلسطينيه، مش فكره بس ان في منزل كان فيه حد من قيادات حماس ولا لا، او حد جنبه ساكن في قيادات حماس ولا لا، احنا كنا بنشوف قصف دائم مستمر عشوائي بشكل غير صحيح. يعني كنا كل يوم بنشوف المتحدث العسكري في خاي بيطلع يبرر ويقول احنا بندافع عن نفسنا واحنا بندافع عن نفسنا، لا، هم بيحاولوا دلوقتي سواء نفسهم مره ثانيه المجتمع الدولي بعد جريمه حرب اساسيه، واحنا بنطالب كل المنظمات الحقوقيه في العالم وتحديدا هيومن رايتس ووتش اللي بتعلي شان حقوق الانسان وبتقول انا بتاعت حقوق الانسان، انها تطلع في تقرير رسمي زي ما طلعت قبل كده وتقول ان دي جريمه حرب، وجريمه حرب متمثله في اركان عده 1 2 3 4 5، وتبدا توضح لنا وتكون جريئه ان هي تطلع ده للراي العام العالمي، وتكون جريئه كمان ان كل الصحف الاجنبيه تنشر ده، وتكون جريئه اكتر ان المنظمات
القائمة على ده في الأمم المتحدة تبدأ تاخد إجراءات حقيقية نحو إسرائيل. لكن عشان نكون صراحة بالباطل وبالحق ما حدش بيعرف ياخد حق مع إسرائيل، وده احنا شاهدين على ده على مدار سنوات طويلة مستمرة، وده سنوات من الصراع العربي الإسرائيلي احنا شايفينها، مفيش حق بيجي من إسرائيل وده كله كلام زيف. نعم. حول الملف النووي الإيراني، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الخلاف لا يزال كبيرا بين إيران والقوى العالمية بشأن موقف طهران النووي. ونقلت الصحيفة تصريحا صحفيا لعباس أرقاتشي نائب وزير الخارجية الإيراني عقب محادثاته مع الدول الأوروبية الثلاثة من مجموعة القوى الست الكبرى، كشف فيه أن المفاوضات لا تزال متعثرة. ونشرت صحيفة طهران تايمز قول راندي ماكفيرن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية بأن إسرائيل هي العقبة الأساسية في عدم التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران بشأن ملفها النووي، وأوضح أن الانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية مؤخرا قد يدفع السياسيين الأمريكيين إلى عدم الالتفات إليها والمضي قدما لإبرام اتفاق مع إيران. يعني ما رأيك في هذه، في وجهة النظر هذه، بأن يعني ربما كانت مواقف إسرائيل الأخيرة لها تأثير على شكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ اللي جاي لنا من الصحافة الأجنبية بشأن العلاقة ما بين إيران وما بين طهران وواشنطن في الملف النووي إن العقبة الأساسية تل أبيب، لكن أعتقد من وجهة نظري إن ده اللي بيسوق لنا من الإعلام، لكن الأساس هو التفاصيل الصغيرة بشأن المفاوضات، وفكرة هنشتغل هتشتغلوا نووي ازاي؟ الانتاج بتاعكم هيكون ايه؟ في كم محطه لانتاج الطاقه المفاعل النووي؟ هتشتغلوا على مدار كم سنه؟ المعدلات الانتاج هتكون ايه؟ اعتقد التفاصيل الصغيره دي وكمان قصه فكره الامان هتكون ايه؟ والاستخدامات المختلفه هتكون ايه؟ وضمانات الاستخدام هتكون ايه؟ اعتقد التفاصيل الصغيره دي هي الاهم بالنسبه لواشنطن، مش فكره ان اسرائيل موافقه او مش موافقه، لان اسرائيل موافقه او مش موافقه دي الرغبه الثانيه او الثالثه بالنسبه لواشنطن او الخيار التالي او الثالث. يعني ممكن اشوف اسرائيل موافقه ولا لا بعدين، لكن الخيار الاساسي بالنسبه لي او الطرح الاساسي بالنسبه لي ان انا اشوف الضمانات الاساسيه اللي هتحمينا انا مش تحمي اسرائيل. يعني ربما كان هناك تصور بان يعني امريكا او الولايات المتحده والدول الاوروبيه تبحث بالاساس عن امن اسرائيل في هذه القضيه. ده انا من وجهه نظري ان ده اللي بيسوق لينا في الاعلام ان هي بتبحث عن امن اسرائيل، لكن هي بتبحث عن امنها الاساسي في الضمانات اللي قلت لحضرتك عليها، لكن اسرائيل ده بيسوق لينا في الاعلام خاصه، لكن على افتراض بقى ان بتبحث عن امن اسرائيل، فاسرائيل بالنسبه لي دلوقتي هي كارت نسبيا محروق، كارت حرق نفسه بنفسه في حرب غزه الاخيره، كارت حرق نفسه بنفسه في المجازر اللي كانت بتتم كل يوم، كارت حرق نفسه بنفسه في عدم احترام القانون الدولي، عدم احترام معاهدات دوليه، عدم احترام حقوق الانسان، عدم احترام حاجات كتير جدا، فبالتالي ان اسرائيل تكون ورقه ضغط في الملف النووي الايراني الامريكي، لا اعتقد يعني ارجحيه اسرائيل قلت، دورها قل في التاثير في الملف، واعتقد ان المفاوضات هتتم، لكن ممكن يكون مقلل المفاوضات في حاجات تانية بقى احنا مش شايفينها، يعني اعتقد مثلا صحه خميني وانه تدهور صحته خلال الايام الاخيره ممكن يكون مؤثر على المفاوضات بشكل او باخر، لان الراجل ده هو الكل في كل هناك، هو اللي بيقول روح هو اللي بيقول تعالى، اعتقد لازم يرجعوا له في كل التفاصيل المختلفه، فده ممكن يكون بشكل برضه مختلف. الرئيس الامريكي اوباما يعلن استعداد واشنطن لشن ضربات جويه في سوريا ضد تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا تعاون مع الرئيس السوري بشار الاسد وانه لن يرسل قوات عسكريه لمواجهه التنظيم على الارض. ردود افعال متباينه نقلتها الصحف حول هذا الخطاب وكتبت عنها بخط عريض بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. عشية ذكرى أحداث 11 من سبتمبر خرج أوباما ليعلن حربه على الإرهاب، حيث أعلن بحسب جريدة الاندبندنت أن الخطط ستبدأ من خلال توسيع الضربات الجوية ضد الجماعة المتشددة من العراق إلى شمال سوريا، كما أعلن أن هناك 100 من الأمريكيين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تلك الجماعات. أما روسيا فحذرت من أي عمل عسكري في سوريا وأعلنت أن الحرب ضد المتشددين في سوريا لابد أن تحترم القانون الدولي بحسب صحيفة موسكو تايمز، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية أن توجيه ضربات جوية ضد المتشددين الإسلاميين في سوريا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيكون عملا من أعمال العدوان. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست ترحيب العراق بتوسيع الضربات الجوية طبقا لما أعلنه أوباما، حيث أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
بيانا مشيدا فيه بعزم أوباما تفكيك ثم في النهاية تدمير الدولة الإسلامية. وردد البيان أيضا دعوة أوباما للقوات العراقية لأخذ زمام المبادرة في المعركة بمساعدة دولية. فيما أعلنت دمشق أن أي عمل عسكري من دون موافقتها هو اعتداء بحسب جريدة الحياة التي نقلت تصريحات وزير المصالحة الوطنية علي حيدر. كلام الوزير السوري جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حربا بلا هوادة على تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بما في ذلك توجيه ضربات جوية ضده في سوريا. فيما أعلنت تركيا طبقا لجريدة السفير أنها لن تشارك في الحرب على داعش، حيث أكد مصدر حكومي تركي أن أنقرة لن تشارك في العمليات المسلحة في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه أن تركيا لن تشارك في أي عملية عسكرية وستركز على العمليات الإنسانية، لكنه أكد أن بلاده قد تسمح للتحالف باستخدام قاعدة أنجرليك في جنوب البلاد لأغراض لوجستية. ونشرت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية بيان الخارجية الإيرانية قالت فيه إن الغموض يحيط بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وإن هناك مخاوف شديدة حول صدق عملياته في اقتلاع الإرهاب من جذوره في العراق وسوريا، حيث اتهمت بعض أعضاء التحالف بأنهم دعموا الإرهاب في كلا البلدين. اهتمام إعلامي كبير جدا بهذه القضية والخطاب الذي أعلنه أوباما وهذه ردود الأفعال تناقلتها الصحف العالمية، كيف تقرأ المشهد؟ بص، الصراحة الاهتمام مش بفكرة داعش ولا بفكرة تنظيم الدولة الإسلامية، الاهتمام بفكرة إن قد إيه داعش وجبهة النصر في سوريا بيعكسوا الصراع الدولي دلوقتي. عندنا جناحين، عندنا أوباما وعندنا فلاديمير بوتين، الاثنين صراعين على اللي هيحصل في داعش. أوباما قال أنا هعمل عملية عسكرية ضد داعش وحنفذ سواء داعش او جبهه النصر في منطقه دوله العراق والشام بحسب التصريحات المتناقله عن البيت الابيض. ففلاديمير بوتين قال لا، انت مالكش علاقه بالشام، اي حد يقرب ناحيه الشام انا هتدخل عسكريا. فدلوقتي احنا امام مش فكره داعش بقى ولا جبهه النصر، فكره ان الرئيسين الاكبر في العالم، الصراع الدولي، الصراع الدولي، الاثنين بيتنازعوا على منطقه الشرق الاوسط، بيتنازعوا على فكره العراق والشام، انت لو ضربت انا هضرب وانت لو عملت انا هعمل. من جانبها برضو الصراحه الخارجية السورية أعلنت أنه أي عمل عسكري بدون موافقة السوريين أو بدون موافقة الجانب السوري أو الدولة السورية سيترتب عليه عمل عسكري مضاد، أن إحنا ممكن نضرب أي تحركات عسكرية أو أي أفراد أو أي بنود أي كانت جنسياتهم مختلفة اللي هتشارك في العملية. الجديد كمان أن كل الناس دلوقتي بدأت تبدي رأيها بشأن إحنا هنشارك ولا لأ، يعني تركيا قالت أنا مش هشارك، بس صراحة أنا يعني اخدت من تصريح تركي حاجه لطيفه قوي، انها مش هتشارك بس والنبي القاعده العسكريه اللي عندها في جنوب البلاد هتخليها تعمل دعم لوجستي. يعني نتوقف امام سوريا، النظام السوري ماذا يريد وهو داعش يمثل خطر عليه، ايران ماذا تريد وهي تسلح الاكراد لمحاربه داعش، تركيا ما لماذا هذا الموقف المتردد؟ سوريا تريد ان اي عمل عسكري يكون بتنسيق وتعاون دائم بينها، بمعنى انه لو هتضربوا الجهاديين عندي في ارضي فلازم تنسقوا معايا لان انا اكتر واحد عارف مناطق تمركز الجهاديين والجغرافيا الاساسيه بتاعتهم. واحد. اثنين، ايران ماذا تريد؟ ايران بتدعم الاكراد عشان تنفصل. فايران حتى الان بتراقب المشهد، حتى الان لم نلحظ اي تصريح من جانب الخارجيه الايرانيه او اي مسؤول ايراني ذكر اسمه او لم يذكر اسمه في الصحافه بشان مشاركه وعدم مشاركه. تركيا ماذا تريد؟ تركيا برضو بتراقب من بعيد، بس تركيا بتستفيد. بتستفيد ازاي؟ احد زملائنا في مصر يوم الاسبوع اللي فات نشر تحقيق كبير عن ناقلات النفط المجهوله في منطقه البحر المتوسط، وقال قد ايه ان دلوقتي بيتم تهريب نفط من العراق عن طريق ميناء بحري جنوب تركيا وبيوصل ليه عدد من الدول المختلفه، وان الوسيط الاساسي في نقل ناقلات النفط اللي بتوصل قيمتها الى ما يزيد عن 100 مليون واكثر بتكون تركيا. فتركيا مستفيده من النفط المهرب اللي هو ايه، لو سعر البرميل مش عارف بكام هنا هيبقى بحاجه بسيطه جدا. فده الجانب التركي. اما فيما يتعلق بالجانب الاخير او الجانب الروسي، فالروسيين قالوا صراحه لن يحدث اي تدخل عسكري في دمشق الا موافقه دمشق، واحنا بندعم ده واحنا واقفين مع ده واحنا كدوله كبيره ده. بس الجانب الاكبر لازم اركز في ده، وفكره فين مصر من
المحيط ده وفين السعوديه تحديدا من ده بحكم السعوديه هي يعني قلب الخليج العربي. اقامت عقدت مؤتمرا مع بالظبط جون كيري واعلنت عقد مؤتمر مع جون كيري واعلنت دعم، وكمان مصر اعلنت او بشكل غير صريح او بشكل غير مباشر انها هتكون مع اي تعاون عسكري، بشرط انه يكون تعاون بمظله دوليه ويكون تعاون باتفاق اممي ويكون في دعم كبير من كل الدول المختلفه ويكون كمان دعم من مؤسسات كبيره زي الامم المتحده وما الى ذلك. يعني هناك من يرى بانه اي تنسيق مع النظام السوري هو بمثابه اعتراف صريح بشرعيه هذا النظام. انا عايز اقول لحضرتك احنا كان ممكن نتكلم في شرعيه النظام السوري او عدم شرعيته قبل سنتين فاتوا، لكن بعد 3 سنين من 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 من, من قلق في المنطقه السوريه، وبعد 3 سنين ظهرت فيهم معطيات جديده بشان جبهه سوريا، كتائب فرقان، داعش، تنظيم من الدوله الاسلاميه، فاحنا بشان تنظيمات مسلحه جديده. فانت عشان تتعامل مع سوريا تتعامل مع مين؟ فلازم تتعامل مع الاساس اللي هو بشار، او تتعامل مع حكومته او خارجيته. مين تاني ممكن تتعامل معاه؟ هتتعامل مع الائتلاف السوري المعارض. طيب الائتلاف السوري المعارض، هل انا وانت والاعلام والصحافه بنسمع صوت الائتلاف السوري المعارض مع احترامنا وتقديرنا ليه وجودهم الرائع خلال السنين اللي فاتت في المشهد دلوقتي؟ لا، مش سامعينهم في المشهد دلوقتي. فانت حفاظا على الامن القومي الحالي، حفاظا على المعطيات الصعبه اللي احنا يعني بنحاول نفك طلاسمها المختلفه، لازم تتعامل مع النظام السوري الحالي، لان هو ده النظام اللي هيقول لك، او هو ده النظام اللي معاه السلاح، هو ده النظام اللي هيامنك، هو ده النظام اللي هيديك الخريطه بتاعت توزيع الجهاديين وتوزيع الناس اللي بتسبب قلق على الامن المنطقه، وبشان القضاء عليهم او بشان استبعادهم او بشان القبض عليهم او بشان تحجيمهم او بشان اي محاوله من المحاولات المختلفه لازاله الاثار السلبيه اللي بيعملوها على المنطقه. نتحول الى مقالات واراء وتحت عنوان مصداقيه اوباما على المحك ونهايه داعش ليست قريبه، كتب صالح القلاب في صحيفه الشرق الاوسط. المفترض أن أوباما يعرف أن سلفه جورج بوش الابن قد لجأ ردا على جريمة 11 سبتمبر 2001 إلى إنشاء تحالف دولي أهم من هذا التحالف الذي يحاول إنشاءه الآن للقضاء على داعش، وأنه أي جورج بوش الابن قد احتل أفغانستان كلها وأرسل خيرة القوات الأمريكية إليها، ومع ذلك فإن القاعدة لم تنتهي وحركة طالبان أصبحت أقوى مما كانت عليه. وأيمن الظواهري قد أعلن في اليوم الذي انعقد فيه اجتماع ويلز عن إنشاء فرع لقاعدته في شبه القارة الهندية. ويختتم الكاتب بالقول: لقد أصبحت مصداقية باراك أوباما بعد كل هذا التحشيد الدولي على المحك في ضوء انضواء أكثر من 40 دولة في التحالف الذي قررت قمة ويلز إقامته للقضاء على داعش. وهنا فإن ما يجب أن يقال لرئيس الولايات المتحدة الذي من المفترض أن يغادر البيت الأبيض بعد 2 عامين ونيف، ولرؤساء الدول التي انضمت إلى هذا التحالف، إنه لا يمكن حسم هذه المعركة وأي معركة بالغارات الجوية وحدها، وأنه لا انتصار ولا حسم من دون القوات البرية، وإنه لا قضاء على الإرهاب بالقضاء على داعش. فهناك القاعدة وهناك تنظيمات أخرى بأسماء مختلفة، وهناك الأزمات المتفجرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي إن لم تحل الحل العادل والمنشود فإن مبررات ظهور التنظيمات الإرهابية ستبقى متوفرة إن في هذه المنطقة وإن في العالم بأسره. يعني كيف تقرأ هذا المقال أستاذ محمود؟ صراحة هذا مقال طيب، ويعني استند لخلفية مهمة جدا، خلفية تاريخية عن جورج بوش الابن، لكن وكلامه مهم بشأن أن القضاء على داعش ليس القضاء على كل التنظيمات الإرهابية، لأن في القاعدة وفي تنظيمات أخرى مسلحة موجودة في المنطقة، وفي روافد جديدة كمان بتطلع من تنظيم القاعدة. الجديد كمان اللي بيشير إليه هنا فكرة أن داعش مش تنظيم القاعدة، لأن داعش أبو بكر البغدادي بعد فترة من تأسيسه تنظيم القاعدة، فالدكتور أيمن الظواهري قال إحنا داعش تبع لينا وأحد فروعنا، فطلع أو خرج أبو بكر البغدادي وقال لا إحنا مش تبع القاعدة وكفر أيمن الظواهري. فإحنا بتكلم يعني بدعم فكرة إن التنظيمات الإرهابية كتير، ومش بس داعش ولا بس تنظيم القاعدة. لكن الجديد أو محل أو قلب المقال بيتكلم فكرة إنه التحركات الجوية أو الغارات الجوية مش هي الحل للقضاء على الإرهاب، لابد يكون في تحركات من القوات البريه، وده بيسبب ازمه كبيره جدا. انت بتتكلم عن ازاي تنزل الاف الجنود على الارض عشان يقاتلوا داعش، في حين ان الجند اللي جاي من 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 امريكا واللي جاي من اي دوله مختلفه من ال 40 دوله اللي هيشاركوا في التحالف دول هينزل ازاي يتحرك في جغرافيا هو ما يعرفهاش، وفي تحركات ما يعرفهاش، وفي حواري وشوارع وطرق مختلفه ما يعرفهاش. فبالتالي اي تحرك بري هيكون فاشل، وهيكون نهايته نهايه سيئه، هيتسبب بخسائر كبيره جدا على التحالف ده. لكن الاساس واللي هيجيب ضربه واللي هيجيب نتيجه قويه هو الغارات الجويه، وده يعني
الحل الوحيد امام التحالف الكبير. بس الفكره ولكن يعني كما نعلم انه حسم المعارك بيكون على الارض بالضبط، حسم المعارك على الارض، لكن الازمه الكبيره دلوقتي بتكلم على انتشار كبير لداعش في قرى ونجوع وحواري واقاليم مختلفه داخل العراق. انت حتى الان مش عارف هم موجودين فين ومش موجودين فين بالضبط، كل يوم بتكتشف ان هم وصلوا منطقه جديده، سيطروا على ارض جديده، سيطروا على منشآت جديده، سيطروا على مصالح حكوميه جديده. فبالتالي الانتشار الكبير ده بيعمل لك ازمه كمان، انت لازم تكون نازل مستعد بخطه وبجغرافيا وبشغل عسكري محدد. لكن اللي هيحصل والسريع هو الضربات الجويه، الطياره بتحلق وبتوجه ضرباتها العسكريه نحو الاهداف المختلفه على الارض. نعم. ده اعتقد هيبدا في البدايه يضرب البنيه التحتيه لداعش. نعم، يعني انا اقرا من المقال انه الكاتب يريد ايصال فكره انه ليس بالحروب والغارات الجويه يمكن ان القضاء على الارهاب، ولكن بحل المشكلات التي يعني توجد الاسباب او البيئه الخصبه التي ينمو فيها هذا الارهاب، يعني ويضع فيها القضية الفلسطينية. هل القضية الفلسطينية من الممكن أن تكون هي دافع يعني وجود مثل هذه الأفعال؟ لا، أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية بعيدة عن وجود مثل هذه الأفعال. يعني وطرح القضية الفلسطينية من قبل الكاتب ده أثار استفهام عندي، يعني لأن هو ذكر أمثلة لتنظيمات إرهابية مختلفة نشأت في أوساط مختلفة لأسباب مختلفة، وفي الآخر ضرب مثال داعش وضرب مثال لتنظيم القاعدة وبعدين ضرب مثال القضية الفلسطينية. يعني طرحه للقضية الفلسطينية سبب استفهام عندي، طرحه ليه هنا؟ أنت عايز منه إيه؟ هل عايز تقول إن القضية الفلسطينية دفعت حماس إن هي تستخدم العنف علشان ضد إسرائيل فبالتالي عشان تعمل مقاومة؟ أعتقد لا، المقاومة الفلسطينية مقاومة شرعية وواجبة وأصلية وكلنا بندعمها. فتقنينها مع حاجة غير شرعية زي داعش وزي تنظيم القاعدة ده أمر غريب. لكن أنا واقف كمان عندي فكرة إنه زي ربط ما بين جورج بوش ورابط ما بين اوباما في الخطا التاريخي بشان خطا مع تنظيم القاعده زمان والخطا دلوقتي مع داعش. خطا مع تنظيم القاعده انه كبر 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 وبعدين اكتشف انه بقى اكبر تنظيم كبير ومسلح ومش عارف في وجهه وعمل له 11 سبتمبر، والخطا دلوقتي مع داعش ان داعش هي كانت بحسب الاقاويل وبحسب الترددات المختلفه في كل الصحف على مدار الشهور الطويله اللي فاتت ان داعش كانت بتكبر وبتنمو في ظلال الإدارة الأمريكية وفي ظلال وجود. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود سعد الدين مدير تحرير صحيفة اليوم السابع، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. حتى يتجدد اللقاء تقبلوا تحياتي وفريق العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.